كابتن وجيه احمد، مساء الفل يا جيهة يا محترم. مساء النور يا استاذ عبد الناصر، وسعيد ان انا اكون معاكم، وبرحب بكابتن محمد ابراهيم وكابتن محمود الشيخ وكابتن محمد رمضان السيد. وطبعا عايزين نبارك لمنتخب مصر، فرقه بوركينا فاسو مش فرقه قليله، فرقه وصلت لابعد من مصر في كاس الامم الافريقيه الاخيره، فرقه كبيره. فكون ان احنا نكسب، مش عايزين الناس تضيع فرحتنا وان انا اقلل من فوز منتخب مصر، لا، كسبت الماتش ونجحت في كسبت 3 بونت مهمين جدا في تصفيات مهمه مع فرقه كبيره وفرقه مهمه، والفرقه المؤثره اللي هتتعبنا المنافس الاول هنتأهل من خلالها. بالظبط، المنافس الاول. برافو عليك، المنافس الاول ليك. انا شايف ان احنا خلاص نتخطى الكلام ده، ومش عايزين بقى نكلم الشناوي لاعب، مصطفى شوبير لاعب. ما لا، ما تخش تقطع فينا بقى، ما تخش تقطع فينا يا جيها. هم اللي بيختاروا وهم اللي شايفين مين يا جيها. يا ابو محمد، يا ابو محمد بحبك، ما تخش تكفينا كمان، انت داخل تقطع فينا ولا يا ابو محمد؟ مش داخل، مش داخل. انا عايز يا استاذ عبد الناصر، دي رؤيه مدير فني. صح، هو اللي يختار، هو اللي ليه الحق ان يختار مصطفى شوبير، هو اللي ليه الحق ان يختار محمد الشناوي، هو اللي بيختار الانسب في نجاحه للمباراه، هو بيختاره. دي حاجه. فعايزين نبارك للجهاز الفني الوطني بقياده الكابتن حسام حسن في النجاح اللي حققه النهارده، مكسب. اي نعم، الشوط الثاني كان فيه بعض المشاكل الفنيه في الملعب، ولكن في نهايه المباراه ربنا اكرمنا ونجحنا في المباراه وكسبنا 3 بونت، ودول يمكن اهم 3 بونت. تمام، لينا في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب، نروح لركله الجزاء مسار الجدل، وقول لنا الاول طاقم التحكيم وتقييمك ليه، واللعبه بتاعه تريزيجيه اللي اجمع عليها العالم انها ركله جزاء صحيحه. وكمان هيكون عندنا يا جماعه بعد الكابتن وجيه فقره مهمه معكم فيها، يا ترى مين المعلق اللي عجبكم في التعليق على المباراه؟ يا ريت نجهز بيها بس وقولوا لي لما تجهز. اتفضل يا كابتن وجيه. طاقم حكام كيني بقياده بيتر كماو كماكو، طبعا الطاقم كله من كينيا. طبعا المباراه ما فيهاش فار، لان احنا عندنا في مشكله في الفار، لان طبعا انا بلعب المباريات في مجموعه من الدول، الدول معظمها او ما فيش يمكن 4 5 دول اللي في افريقيا كلهم اللي فيهم فار، من ال 54 دوله. فمش معقوله هلعب فار في مصر واما اروح جيبوتي ما فيش فار، اروح سيراليون ما فيش فار، اروح لغينيا بيساو ما فيش فار. فبالتالي الاتحاد الافريقي كبر دماغه او قال لك ان المسابقه كلها ما فيهاش فار، فدي مشكله طبعا، لان وارد جدا ممكن الاتحاد الدولي يا كابتن وجيه ممكن يؤثر على تاهل فرقه لكاس العالم. فانا شايف ان لازم الاتحاد الافريقي يراجع الاتحاد الدولي يا كابتن وجيه. نعم، تصفيات كاس العالم ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي. استاذ عبد الناصر، انا بتفق معاك، الدول اللي بتقام عليها المسابقه ما فيهاش فار. فاهمك. فانت بتناشد الكاف انه يوفر الامكانيات، خاصه اني بلعب 10 ماتشات في يوم، مش هاخد 10 مجموعات نقل فار لكل الدول دي. في اوروبا بيبقى 20 ماتش تاني، محتاج تروح لانك انت محتاج تشيك على الملاعب وتحط الكاميرات في وضع معين، ومع عندك مخرجين يشتغلوا على 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 كارير معين. كل الحاجات دي محتاجه ناس على التدريب في تقنيه الفار. طب خش على الحاله، مشكله كبيره. الحاله في الدقيقه 37، نتكلم على ركله الجزاء في الدقيقه 37. طبعا اتفضل. لم يحتسب الحكم الكيني ركله جزاء واضحه جدا لصالح تريزيجيه نتيجه عرقله حارس المرمى. عشان كده انا بقول لك الخطأ المؤثر. اللعبه دي كانت تبقى 3-0، 3-0 يعني الماتش مات. بص العرقله عامله ازاي، عرقله واضحه جدا، وضوح الشمس. لو رجعت من بدايتها هتلاقي الاعاقه موجوده 100%، ولكن تمركز الحكم اللي غير موجود في المكان الصحيح هو اللي ما اهلوش انه يشوف القرار الصحيح. تخيل ان اللعبه دي اتحسبت وبقى منتخب مصر كسبان 3-0، انتهت المباراه. انتهت المباراة، ممكن تجيب 4 و5 كمان، انما 2-0 خلت الفرقة عندها امل، ممكن تجيب 1 وممكن تتعادل. تمام، ولكن هو قصوره في هذه الحالة التحكيمية. تمام، انا شايف ان لعبة مؤثرة، وطبعا لازم يتعاقب عليها من خلال مراقب المباراة، خلال
طبعا تقطيع الحالات في الاتحاد الافريقي. تمام. شايف، انا شايف ان اللعبه ضربه جزاء، ضربه جزاء واضحه جدا لم تحتسب لصالح منتخب مصر، ولكن انا في النهايه بهني المنتخب دايما بالتوفيق، ربنا معاكم، كملوا على كده كابتن حسام حسن، ما تسمعش كلام حد، خليك ماشي زي ما انت ماشي، ربنا يكرمك، ربنا يوفقك، وان شاء الله مصر تتاهل لكاس العالم على ايدك باذن الله تعالى. شكرا جزيلا كابتن وجيه احمد على هذه المعلومات. طيب انا عايز اقول لك بس حاجه هنا، فماكو ده اللي كان بيحكم ماتش الزمالك ونهضه بركان 2-1 هناك، تمام، محاسب ضربه جزاء اصعب من دي، يعني الكره ما كانتش واضحه على دي على نادي الزمالك، نفس يعني لعبه تقريبا كانت قريبه من دي. هقول لك حاجه ثانيه، الكره دي انذار على الحارس، والكره اللي بره ال 18 انذار على الحارس، يعني كان المفروض كمان الحاله التحكيميه الثانيه ان الحارس ياخد كارتين صفر ويطرد، اصفر واصفر ويطرد، يعني الكره دي انذار، ضربه جزاء وانذار. طيب الكره اللي بره ال 18 بايديه هاند بول وانذار على الحارس الثاني. طيب